مساء الخير عليكم. النهاردة هنتكلم في موضوع كبير وموضوع خطير وموضوع يمكن مفيش حد بيتكلم فيه كتير. النهاردة هنتكلم في سبب كوارث الأقباط على مر التاريخ. سبب كوارث الأقباط على مر التاريخ. وسبب كوارث الأقباط في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الحلقة دي ممكن يكون فيها هجوم كبير عليا، بس الهجوم هيكون من الجبناء المأجورين المنبطحين. يمكن انا في كل حلقة بقول بقبل الرأي، لكن انا هعتبر من لم يتفق معايا في كلامي في الحلقة دي هعتبره من الجبناء اللي مش مفروض ان انا اسمع رأيهم، واللي اي تعليق ليهم على الفيسبوك، لان طبعا عارف ان كل شخص بتكلم عنه في ناس بتقبض عشان تدافع عنهم من قبل السلطه الدينيه، مجنده ناس تدافع عنهم. الناس دي مش هرد عليها لو اتكلمت، لانهم بعتبرهم من باقي الجبنه، فبالتالي الرد الوحيد ليهم هيكون الحظر، البلوك، وتاخد طريقك زراعي ومع السلامه. أول حاجة هتكلم فيها النهاردة، هل الانتشار الأديان لازم يبقى بالغزو؟ لازم بيبقى إن أنا أدخل البلد وأستعمرها؟ هقول لا، والدليل على كده إن الإسلام انتشر في بعض الدول بدون غزو وبدون فتح. يعني عندنا غينيا وغانا ومالي وأندونيسيا وماليزيا، ما حصلش فتح، ومع ذلك الدول الإسلامية يعني دخل فيها الإسلام. ماليزيا دولة إسلامية، أندونيسيا نسبة كبيرة فيها من المسلمين بدون فتح، زي أي دين، بالدعوة بالكلمة الحسنة بيدخلوا في الدين وبيبقوا. زي ما في أديان تانية، في بوذية، في ناس كتيرة بتعتنقها، في سيخ، في هندوس، في أديان كتيرة، في بهائيين وفي ملحدين، كل واحد حسب الاقتناع. لكن ان احنا نحط قاعدة ان عشان نشر دين معين يبقى لازم استعمر، ده مبرر وهمي. استعمار الارض ده للغزو وسلب، سلب الارض وسلب خيرات الارض وسلب النساء والاتجار بيهم. وبالنسبة لغزو مصر اساسا دوت كان لان الصحراء العربيه والجزيره العربيه كانت جرداء، ما فيهاش موارد يعيشوا بيها، ما فيش بترول زي دلوقتي كان. فكان المورد الوحيد ليهم في الحتت ديت الحج، كان حاجه بسيطه مش زي دلوقتي موارد الحج، فكان اغلبيته بالسطو، السطو على القوافل وسرقه ونهب القوافل وغزو الدول. طيب هل مصر، والدليل على فكرة سلب الدول ان في قناة اتحفرت في مصر سموها قناة امير المؤمنين، كانت القناة دي اتحفرت لنقل المؤن ولنقل ثروات مصر وخيراتها من مصر للسعودية، وكانت برضو في ثروات بتطلع من مصر للسعودية لسوريا وللعراق، ان الدول دي ما كانش عندها حاجة. طيب سؤاله بسرعة كده، وهقول انا بجيب التاريخ ده ليه، انا عايز اوصلكوا الحاجة اللي هي رجال الدين اللي ضيعوا البلد، رجال الدين اللي ضيعوا البلد. في ناس ممكن تعتقد ان المصريين جبنة وما قاوموش اي احتلال. لا، المصريين الاقباط اللي هم جايين من الفراعنة اللي هم اهل البلد قاوموا كتير من الاستعمار، قاوموا الفرس، ويمكن اللي ساعدهم في طرد الفرس الاسكندر الاكبر لما جه مصر وحرر مصر من الفرس، حاربوا الفرس وحاربوا الرومان وحاربوا البطالسة وحاربوا كتير. وكان الشعب حتى لما تكون عليه قبضة قوية كان بيقاوم بثورات، وعندنا الثورة ضد بطليموس الرابع والثورة ضد بطليموس الخامس. يعني شعب مصر كان بيقاوم، والدليل على كده ان في ناس تقولك ان المسيحيين ساعدوا الفتح العربي عشان يتخلصوا من الرومان. لا، هو في حد بيتخلص من استعمار باستعمار؟
يعني بتبقى شويه يعني اوفر. والدليل على كده ان جيوش عمرو بن العاص قعدت 3 سنين مش عارفه تدخل مصر، 3 سنين بتحارب وقاعده وبتاخد مؤن وبتجيب ومش عارفه تدخل مصر. سنه 639 هجريا كانت قوات عمرو بن العاص موجوده على حدود العريش، سنه 639 يا دوب سنه 642 هجريه يعني بعد 3 سنين دخلت القوات دي اسكندريه، دخلت القوات دي اسكندريه، وكان في مقاومه رهيبه وفي ثوره رهيبه. ويمكن من البلاد الاخر اخر بلد عرف الاستعمار يدخلها بشمور، اللي هي بيطلق عليها ثوره البشموريين. وكان في قائد زعيم اسمه يحنس الطوبي، ده يحنس الطوبي ده كان زعيم ثوره البشمورين. البشمورين وقفوا حاربوا بقوه جدا وانتصروا وحرروا معظم مصر، يعني معظمها كانت فري ما عدا اجزاء معينه ما اتحررتش. ودي بسبب ايه؟ الفسطاط اللي هي العاصمه واسكندريه، ودي بسبب الانبا ميخائيل البابا. الانبا ميخائيل البابا، الانبا ميخائيل اللي هو البابا دوت، طبعا انت عشان تسيطر على اي قائد ديني حاجه من اتنين، يا اما سيف المعز يا اما ذهب المعز. والحقيقه رجال الدين اللي بيعملوا انهم رهبان وانهم خلاص نزروا حياتهم عن العالم وانهم خلقوا للصلاه فقط وحياه روحيه مع الله وتسلط عليهم صلاه الموتى، للاسف الواقع بيثبت انهم هم خونه وسبب في دمار البلد. يبقى رقم واحد الانبا ميخائيل، ودوت اللي كان اسقف. تاني واحد كان الانبا يوساب في شمال الدلتا. الانبا يوساب في شمال الدلتا من الناس اللي خضعوا، وهقول لكم عملوا ايه، خضعوا للسلطه. تالت واحد الانبا اسحاق اسقف تنيس. الانبا اسحاق اسقف تنيس، حد هيسالني تنيس؟ تنيس دي ايه؟ ديت هي بورسعيد دلوقتي تنيس. دول اللي حصل لما حصل مقاومه رهيبه وتم طرد العرب من جميع انحاء مصر ما عدا الفسطاط والاسكندريه. طبعا الكلام ده كان في عهد المعز، كان في عهد الخليفه المامون، في عهد الخليفه المامون. الخليفه المامون حس بالخطر وما قدرش يتغلب على ثوره البشمورين، وقال لك البلد هتضيع مني. فراح بعت لاحسن قائد عنده، والقائد ده كان اسمه الافشين، وده كان اخمد له ثوره في ايران، كان قائد قوي ودموي افسد له ثوره في ايران. فاستدعى القائد الافشين دوت وابتدى يحارب معاه، ونزل يحارب معاه الاقباط. على فكره بالملحوظه عشان نكون واضحين، اللي كان في ثوره البشموريين مش مسيحيين فقط، كان في مسيحيين وبعض المسلمين اللي هم فقراء، لان كان فرض الضرائب وفرض الجزيه كان صعب جدا جدا جدا. وللمعلومه الجزيه لما كانت بتفرض على المسيحي والمسيحي اللي اسلم. يعني انت قلت انا بقيت مسلم هتدفع الجزيه، برضه هتدفع الجزيه ومش هيدخلك تحارب عشان يضمن عدم ولائك. الوحيد اللي هو اسقط الجزيه عن المسيحي اللي اسلم ده كان جه بعد كده في عهد الخليفه عمر بن عبد العزيز. نرجع للخليفه المامون، وجاب القائد الافشين وحارب، وكانت حرب دمويه دمويه دمويه. المشكله بقى، ركزوا معايا بقى، الانبا ميخائيل وكان معاه كبير كنيسه الانطاكيا الارثوذكس، الاثنين طلعوا فتوى بحرمان كل من يحمل سلاح تجاه الجيش الاستعمار العربي. حرمان يعني ما تتناولش، يعني لو حاربت او مسكت سلاح ضد الجيش العربي، مع ان هم كانوا مستولين ومسيطرين، ده البشمورين، لكن هم عشان تحت سلطة القائد
الخليفة المأمون خايفين على روحهم، فخوفهم على روحهم بيخليهم يبيعوا البلد. ده البلد محررة، انت ما فيش غير الفسطاط والاسكندرية، طلعوا حرم زي كده. لما يطلعوا لك حرم يقول لك هتتحرم من التناول لو رحت القدس. نفس الكلام اللي بيحصل، استغلال الدين استغلال سياسي. يقول لك بعد كده ما بنتكلمش في السياسة. يبقى احنا عندنا مين كمان في نقطة هقول لكم عليها. لما دخل الاول الجيش العربي واحتل مصر، ما كانش فرض جزية على الرهبان والكهنة وكلام من ده، كانت على الشعب العادي. شماس من الشمامسة اسمه بنيامين عايز يتقرب الى الوالي، قال له تعالى تعالى تعالى، ده انا هوريك كنوز، ده في الاديره في بلاوي، ده في فلوس. راح بعد كده الخليفه اخذ الفلوس وفضه ونهب وفرض كمان جزيه على الرهبان وعلى الكهنه. دي نبذه بس. اللي عايز اقول ايه، على فكره ثوره البشمورين مش ثوره واحده، كانت على أربع ثورات، ثورة أولى وثورة تانية وثورة تالتة وثورة رابعة. يعني جدودك يا قبطي، جدودك يا مسيحي يا قبط الأصل، جدودك يا مصري يا مسلم، يا اللي كانوا جدودك أقباط، ما كانوش ضعفة، بس اللي ضيع الدنيا خيانة الأساقفة وخيانة الرهبان اللي ميتين على الدنيا. طب ليه كل ده أنا جايب سيرته ليه؟ أنا جايب سيرة الكلام ده كله عشان خونة العصر الحديث. خونة العصر الحديث الأنبا بولا اللي هو مفروض إن هو ماسك ملف الجواز والطلاق، ساب الدنيا كلها دلوقتي وبقى راجل بيظهر في الإعلام، بيظهر مع وائل الأبراشي وبيعمل لقاءات، وأحيانا في القناة الدينية يعمل إن هو مذيع وبيحاور الأساقفة، فيلم كده وهيلمان. طبعا احنا مش هنسأل عن موديل العربية اللي انت ركبها يا امبابولا دلوقتي، يا ترى موديل العربية ايه؟ ها؟ حديث ولا قديم؟ موديل العربية. ويا ترى صيفت فين السنة دي؟ زرت فين؟ الزيارات الرعوية الأخيرة كانت في أي دولة أجنبية؟ ماشي. نيجي بقى لسلقان بابولا اللي في رقبته دم ناس كتير، في رقبته دم ناس كتير، في رقبته دم شهداء مسبيرو، دم شهداء مسبيرو، السبعة وعشرين شهيد اللي طلعت عليهم المدرعات سوتهم بالأرض، اللي دمرتهم قداسة الأنبا بيمن، الأنبا بولا، قداسة الأنبا بولا بيقول فلننسى الماضي ولننظر إلى ما هو قدام. حبيب قلبي دي آية عشان تنسى خطاياك وتنطلق للحياة مع الله وتتبرأ من الماضي الوسخ لتتجه إلى ما إلى مستقبل أفضل جميل في الحياة الروحية مش في السياسة. ننسى وننظر إلى ما هو الأمام، ما توظفش الآيات الدينية لخدمة أغراض سياسية، نيافتك عيب. دم شهداء مسبيلو في رقبتك، آه، ودم ناس كتير منهم دم الراجل اللي قتلته المرشدة السياحية. فاكرين المرشدة السياحية اللي هي قتلت جوزها وقطعته؟ كانت طرحت مشكلتها على الكنيسة وطرحتها على الأنبابولة واتصلت بيه بتقول له مش قادرة أعيش مع جوزي، في استحالة حياة وعشرة أن أنا أعيش مع جوزي. قال هنشوف الموضوع ده إن شاء الله، ابقى اتصل بيه. بتصل بي طبعا ساعتك مش فاضي، بتسجل مع القناه الفضائيه انهي، وائل ابراشي محدد مع معاد ولا تامر امين ولا رولا خرصه، ولا مش فاضي، انت مش فاضي لمشاكل الناس. لكن لو هاله صدقي، طبعا هاله صدقي مشكلتها لازم تتحل. هاله صدقي بقى نيافتك، الراجل اللي اتقطع ده ذنبه في رقبتك، والمرشده السياحيه اللي قطعت جزءها دي ضحية، دي ضحيتك انت، ذنبها في رقبتك وانت هتتحاسب عليها وهتطلب بروحها لانها من رعيتك. ده اذا كنت بتحسه اساسا برعية. بفكرني بس لما ترجع من الرحلة الاخيرة بتاعتك
لفرنسا ولا النمسا ولا غيره، اعمل لك اعلان في الجرنان اقول لك حمد لله على سلامه الاصول. قدسك راهب بيستضيفوك في برامج بتتكلم عن المشاكل الزوجيه وبتتطرق احيانا لمشاكل جنسيه، ده عيب، لان ما يصحش نيافتك وانت راهب تتكلم في خصوصيات زوجيه. واحد ممكن يطرح سؤال يقول للدكتور وجيه اكيد معاه مشكله مع مراته وعايز يطلقها ومكلكعة الأمور فعشان كده بيهاجم الأنبابولة. لا حبيبي، أنا متجوز من 17 سنة، من سنة 1998، وبحب مراتي جدا، ودي فرصة إن أنا أقول لمراتي أنا بحبك، أنت أم أولادي، ولو ستات الدنيا كلها لا يمكن تنسيني أنت نسيني حياتي وعشرتي معاكي. فرصة أكلم مراتي وأقول لها الجملة دي. أنا من 17 سنة وأنا متجوز مراتي، عمر مراتي ما راحت مكان لوحدها. عمر مراتي ما خرجت بيت من بيتها زعلانة. طول عمرها ست البيت وملكة البيت. واللي بتطلبه بيتجاب لها على طبق من فضة. يبقى انسى اللعبة دي. أحسن تقول إن أنا معايا مشكلة مع مراتي. وإذا حبيت أجيب لك مراتي تكلمك هي تكلمك، لان هي كمان اجرأ مني وما بيرضيهاش اللي انت بتعمله. نرجع بقى، يبقى قدسك مش مفروض انك تتكلم في الحاجات الجنسية اللي بتحصل وتسيب الحاجات دي لناس تدرسها. انت معاك ملف، مين قال ان لما تكون واحدة ست مش طايقة جوزها وجوزها مش طايقها ما يتطلقوش ليه؟ المسيح قال كده. هتقول المسيح قال لا طلاق الا لعلة الزنا. هو قال لا طلاق الا لعلة الزنا، لكن ما قالكش لو اتنين هيقطعوا بعض ما تطلقهمش. ما تطلقهمش. هو دين ابوكم اسمه ايه انتوا؟ دين ابوكم اسمه ايه؟ توصل لمرحلة ان الست تقطع جوزها او جوزها يقطعها؟ استحالة عشرة وتسيبهم؟ منفصلين عن بعض اكتر من 5 سنين وتسيبهم؟ وتقولي الانجيل قال؟ المسيح قال؟ مسيح مين؟ المسيح بريء منكم والانجيل بريء منكم. تيجي في موضوع مسبيرو قدسك نيافتك بتكلم تامر امين، فلننسى الماضي، برجع لك تاني، ولننظر الى ما هو قد. مين ولاك انك انت تتكلم بالنيابه عن 18 مليون مسيحي في مصر؟ مين ولاك انك انت تتبرأ او تتشفع لنا او تتصالح في دم الشهداء؟ مين؟ على اقل حاجه يا اخي وانا هفضل اسجد لك على طول يعني؟ على اقل حاجه كنت قلت التلاته بس اللي كانوا في المدرعات دول يتحكم عليهم حكم، مش تقول ننسى الماضي. ننسى الماضي في ايه ولا في ايه ولا في ايه؟ في الكشح ولا في دهشور ولا في الخصوص ولا 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 في الخنكه ولا في دماغ؟ في ايه؟ ننسى في ايه ولا في ايه؟ ما بلاش رخص، بلاش دعاره، دي اسمها دعاره سياسيه ودعاره دينيه. خلى عندكم شوية دم وحسوا بالناس. القانون دور العبادة الموحد لما بيناقشك فيه تامر أمين بتقول له ظلم للمسلمين لو طلبنا بدور عبادة الموحد، لأن لما نقول إن كل جامع جنبه كنيسة يبقى بنظلم المسلمين. سلمتها أم حسن، هو ده قانون دور العبادة الموحد اللي احنا بنطالب بيه؟ مين قال؟ أنت بتظلمنا احنا، أنت بتظلم المسيحيين لما تقول كده. مين قال ان احنا كمسيحيين طلبنا ان كل جامع تبقى جنبه كنيسه؟ مين قال؟ احنا بنقول قانون العباده الموحد لو كل 500 مسلم يبقى لهم جامع يبقى كل 500 مسيحي تبقى لهم كنيسه. وطبقا للحال ان احنا مثلا لو احنا 15% هيبقى 15% عدد كنائس، ويبقى لو هم 85% هيبقى 85% عدد جوامع، هتبقى النسبة متوازنة حسب عدد السكان. تيجي انت تقول لا، يعني احنا بس عايزين لما يكون في امتداد للبلد، امتداد في الصحراء تبقى لي كنيسة في الصحراء. طب افرض الصحراء دي ما فيهاش اقباط وامتدادك الصحراوي ما فيهوش اقباط، هتبني كنيسة لمين؟ احنا بنقول عدد السكان، كل بلد فيها 500 مسيحي او قارية فيها 500 مسيحي بدل ما يسافروا بلد تانية تتعمل لهم كنيسة محسومة وعادلة جدا جدا جدا. لو طلعوا لا 30 40 لا سامحني يروح للبلد اللي جنبه اللي فيها 500. ده قانون العداد الموحد اللي احنا بنطالب بيه.
دور العباد الموحد، ما تلفش الامور وتصعبها. بتزايد على ايه؟ انا مش فاهم المزايدة دي ليه؟ عايز ايه؟ هتبقى ايه بعد كده؟ لما هتراعي للسلطة هتاخد ايه تاني اكتر من اللي انت فيه؟ عربية احسن عربية ركبها، اوروبا وغير اوروبا بتسافرها كل سنة اكتر من مرة، عايز ايه؟ يجوزوك؟ نيجي لتامر امين لما بيتكلم عن مدارس الاحد، بيقول له مدارس الاحد بتروج تناقش الاسلام وبتسيء للاسلام. رديت عليه قلت له لا، ما هات لي دليل. فراح قال له البينه على من ادعى. ايه هو الكلام الفاضي ده؟ ده انت المفروض تشخط في تامر امين. عمرنا ولا مدارس احد ولا غير مدارس احد، احنا اتكلمنا عن اديان. مدارس الاحد او الكنيسه بتدرس الدين المسيحي، ملهاش اي علاقه. بيقول لك تسيء للاسلام، مين اللي بيسيء للاسلام؟ المسلمين هم اللي بيسيئوا للاسلام. داعش، جماعات ارهابيه، اخوان، هم اللي بيسيئوا للاسلام. المسيحيين ما بيسيئوش للاسلام، المسلمين هم اللي بيسيئوا لنفسهم. وباعتراف رئيس الجمهوريه نفسه، احنا عمرنا ما اسانا لحد. لا جينا على جامع ولا جينا على غيره ولا اعتدينا على اخوات مسلمين ولا غيره. ايه مش عارف تتكلم؟ لو مش عارف تتكلم هات حد بيعرف يتكلم. انما يوكلها لك وتقول له، يقول لك اللي بيحرق الكنيسه، تقول له اللي بيحرق الكنيسه ده لا مسلم ولا مسيحي. يا سلام، مش مسلم ازاي؟ لما هو بيحرق لك كنيستك ويقول لك، يقول لك لا اله الا الله والله اكبر، هو بيحرقها لك، يبقى مش مسلم ازاي؟ قول له، قول له مسلم متعصب. لكن تقول اللي بيحرق الكنيسه لا هو مسلم ولا هو مسيحي. يا ريت دورك يبقى في الكنيسة قائد روحي، تصلي بالناس، توعظهم، تحل مشاكلهم عشان ما يقطعوش بعض، تحل مشاكلهم عشان ما يقطعوش بعض. تيجي للدستور في أحد لقاءاتك تقول، أنتوا بتعملوا الدستور الخسيس اللي أنتوا عملتوه ده، تقول أتحدى في لقاء تلفزيوني، أتحدى من يثبت أن الدستور قد أغفل فئة من الناس ولم يعطاه حقها. يا راجل اتكسف على عينك، يا راجل اتكسف على عينك. دستور مين ده اللي ادى حقوق كل الناس؟ ادى حقوق الملحدين؟ ادى حقوق البهائيين؟ ادى حقوق الأقباط؟ يا راجل ده قانون الزراعة القديم ما بيطبقش غير عليك أنت. يا راجل اتكلم كويس. وبعدين تقول في المادة، أصل إحنا ما نقدرش نقول لهم شيلوا المصدر ونحط الألف واللام. يا راجل ده أنا بقولها لك، مش عايزين المادة التانية من أساسه. المادة التانية من الدستور تتعارض، بقولها اهو، المادة التانية من الدستور تتعارض مع حقوق الإنسان. ها، مش قادر تقولها؟ مش قادر تقولها؟ هات واحد يقدر يقولها، هات واحد يقدر يقولها. وفي حلقة من الحلقات كنت بتناقش، بتعمل لقاء مع الأنبر وفائيل، فبتقول له لاحظت إن الناس نسبة الإلحاد بتزيد في دول الخارجية. طيب عملتوا ايه انتوا بالنسبة لزيادة الالحاد في الدول الخارجية؟ عملتوا ايه؟ عملتوا حاجة؟ ده الناس بتلحد بسببك انتوا، بسببك انت يا امبابولا واللي زيك. الالحاد بيزيد بسببكم انتوا. يطلع لي كاهن اسمه ابونا مرقص في اسوان يقول له طالب بالشريعة الاسلامية، وطالب بالشريعة الاسلامية كاهن، كاهن. يطلع لي كاهن تاني يقول احسن عهد، عهد مش عارف ايه، العهد اللي اتمرمط وطلعت عين ابوه فيه، يقول لك احسن عهد. ليه انت النفاق؟ ليه انت النفاق؟ وبعدين لما يكلمك تامر امين في الحلقه بتاعته الاخيره اللي انت اتكلمت فيها عن انك متنازل عن حق الشهداء في ماسبيرو، بيقول لك في ناس بتطالب، مش عارف عملاء من الداخل، عملاء من الداخل او عملاء من الخارج. ليه ما ردتش عليه؟ احنا ما عندناش عملاء في الداخل ولا في الخارج، عملاء ما عندناش. العملاء والتنظيمات والتمويل يعرفهم تامر امين لمين بيجوا وبيروحوا لمين. احنا عندنا دم بيسفك يا انبا بولا، ياللي بتقول ننسى دم ماسبيرو. هما بتوع ماسبيرو دمهم سفك ليه؟ دمهم سفك عشان دور العبادة اللي انت مش عارف تطالب بيه هم طلعوا يطالبوا بيه. دمهم سفك عشان الشهداء اللي قبل كده اللي حقهم ما جاش طلعوا يطالبوا بيه.
دمهم سفك لأن حرية العقيدة في مصر مش مكفولة، طلع يطالبوا بيها. دمهم سفك يا قداسة الأنبا بولا عشان بناتنا اللي بتتخطف كل يوم وقدسك ما بتجيبش سيرتهم، ما جبتش سيرتهم، ما سمعناكش طلبت كده وعملت بيان. احنا مش هنصلي لمدة اسبوع لغاية البنات دي ما ترجع، بناتك بتتخطف من أسوان لإسكندرية وبيتأسلموا غصبة عنهم وسعادتك ساكت. الأقباط كل يوم بيتخطفوا وبتطلب فدية. جلسات العرب يا أنبا بولا العربي لغاية دلوقتي موجودين، موجودة. روح شوف حصل ايه، روح شوف حصل ايه في المطرية والألف جمل والميت عجل ولا الخمس عجول وحتة الأرض اللي أبروا الأقباط إن يجيبوا حتة الأرض ويبنوها جامع. ما طلبتش ليه بالقانون اللي يوازي بين الناس؟ ما طلبتش ليه بإن جلسات العرف دي تتلغي؟ ما طلبتش ليه إن جلسات النصح والإرشاد ترجع؟ قاعد بتتسامر مع تامر أمين؟ الحقيقة أنا لاحظت إن تامر أمين معجب بيك جدا جدا جدا، بس تصدق إن تامر أمين في حتة طلع أرجل منك وأجدع منك؟ معلش، ما أصل الرجالة دي ليها ناس. تامر أمين بيقول لك قوانين كتيرة اتعملت وحقوق كتيرة، قوانين لحقوق للأقباط اتعملت بس على الورق ما تنفذتش على الأرض. فرحت أنت ردد عليه قلت له هو مين المسلم اللي فينا؟ رد عليك قال لك أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو الراجل بيقول إن في قوانين معمولة على الورق ما بتتنفذش والأقباط مظلومين. سعادتك بتنفي ده؟ خسئت يا عم بابولا، خسئت. دم شهداء مسبيره في رقبتك، دم الراجل اللي اتقطع على ايدين المرشدة السياحية في رقبتك. الويل لك يا أنبا بولا، الجحيم ينتظرك إن لم ترجع وتعود وتصلي وتستغفر الله وتعتذر الأقباط فردا فرد وتعتذر لأسر الشهداء شهداء مسبيره الذين طعنتهم في صدورهم وفي ألمهم وفي نكبتهم. سامحني، أي واحد هيدافع عنك او هيكتب كلمه بلوك، مش هسمح لاي بني ادم خسيس ان يقول كلمه في الموضوع ده. واسف جدا اذا كنت انا محتد النهارده، لكن لكل مقام مقال، ومش حسيب اي حد، اي حد، سواء رجل دين سواء سياسي يصدر منه اي شيء ضد المصريين سواء مصري مسلم او مصري مسيحي. لن أترك أي هفوة أو أي ذرة أو أي كلمة تخرج دون حساب. وشكرا لكم دكتور وجيه رؤوف، شكرا.